السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم هي How to Construction Digital Elevation Model، شلون احنا راح نقدر ننشئ نموذج ونماذج الارتفاعات الرقمية. طبعا هاي النماذج كلش مهمة، انا من اريد اجي اكتب اي ريسيرش او اي بروبوزل عن اي كيس استدي، المفروض انا اعطيها ديفينيشن تعريف هاي الكيس استدي، وايضا اعطيها وصف ديسكريبشن للتوبوغرافي. فذني اغلب الاحيان منين احصلهن حتى انا اقدر اكتب هيج موضوع اللي هو الديفينيشن اوف كيس استدي وايضا التوبوغرافي الخاصه بالكيس استدي. تعتمد على الديجيتال اليفيشن موديل اللي هي نماذج الارتفاعات الرقميه، انا عن طريقها راح اعرف الكوردينيت الخاص بهاي الكيس استدي، اللاتيتيود واللانجيتيود، وايضا اقدر اعرف مقدار الارتفاعات، وصف المنطقه الكامله الديسكريبشن. فهسه اليوم راح نتعلم طبعا طريقة إنشاء الديجيتال إليفيشن موديل تتم على عدة مراحل. مرحلة اليوم تعتبر هذه المحاضرة المرحلة الأولى. أول مرحلة بالديجيتال إليفيشن موديل هو تجميع البيانات راستر داتا كونتينوس، ما ننسى كلمة كونتينوس راستر داتا واللي إحنا سبق ونوهنا عليها. إحنا من نجمع ممكن هي ما تكون صورة واحدة للدم وإنما عدة صور، يعني مجموعة من البكسلات حتى نكون الداتا فريم. بعدين الخطوة الثانية إن شاء الله راح نتناولها بالمحاضرة القادمة اللي هي بعد ما نجمع البيانات الداتا كولكشن، يعني مجموعة البكسلات شلون راح أقدر أدمجهن وأسوي لهم تحليل كامل باستخدام برامج الارك جي اي اس. فهسه الخطوة الأولى عندنا شلون أني الداتا كولكشن، تجميع البيانات الخاصة بالديجيتال إليفيشن موديل. بعدين المحاضرة القادمة إن شاء الله راح نتناول بيها شلون راح نحلل هذه البيانات باستخدام البرامج الخاصة بالجيولوجيكال انفورميشن سيستم. أول خطوة نجي حتى أنا أنزل هاي نماذج الارتفاعات الرقمية، عندي أكو مواقع خاصة، هذا الموقع من هذه المواقع اسمه هذا الموقع اسمه USGS، هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وأكو مواقع ثانية أيضا كثيرة جدا متخصصة عند أهل التحسس النائي أو عند تخصص التحسس النائي أو علم المساحة، لكن أكثر إحنا كهندسة موارد مائية أكثر موقعين ممكن يفيدونا هو هذا الموقع الأول، راح أترك لكم الرابط مالته بصندوق الوصف، Earth Explorer USGS Government. هذا أول موقع كلش مهم، هذا الموقع تقريبا هو هذا الموقع العام والشامل، طبعا بريزوليوشن الهاي ريزوليوشن مالته 30x30 ويوصل اكو عنده ريزوليوشن 90 واكو 120 واكو 200 حسب انت الووتر شيد مالتك. كل ما كانت كبيره او تكون كبيره المساحه كل ما احنا راح نضطر نستخدم ريزوليوشن يكون اعلى، يعني لان الريزوليوشن كل ما يكون قليل والووتر شيد يعني هاي ريزوليوشن والووتر شيد كلش عاليه، البروسيسنج مال العمليات الهيدرولوجيه راح يصير صعب او معقد. وعندنا الموقع الثاني اللي نستخدمه هو الألسكا ساتلايت، أيضا هذا يوفر لنا ريزوليوشن 12.5 متر. طبعا هذا يستخدم برأيي للمساحات الصغيرة، من أن راح أدرس ووتر شيد تكون صغيرة يستخدمه. هذا المميز به أنه الـ USGS الـ Earth Explorer يستخدم العفو الأشعة الساقطة هي من أشعة الشمس الصن إنيرجي، بينما هناك يستخدم الرادار، هنا يستخدم أشعة الرادار فتكون أدق، الريزولوشن مالته كلش عالي. بس الـ 12.5 يستخدم إذا كانت الووتر شيد الخاصة بالشخص تكون قليلة جدا، مثلا دراسة في منطقة صغيرة، فيفيد هذا الموقع بتنزيل الداتا كولكشن الخاصة يعني مجموعة الدم الخاصة بالمنطقة من هذا الساتلايت القمر الصناعي. لكن إذا كانت الووتر شيد كبيرة فنروح إلى موقع اليو اس جي اس. الروابط لهذين الموقعين اثنيناتهم راح أتركهم بصندوق الوصف، فما يفرقون اثنيناتهم تقريبا بالاستخدام. هسه راح نجي اليوم نستخدم إحنا باستخدام موقع اليو اس جي اس اللي هو هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، شلون أنا راح أقدر أستخدمه بتنزيل الداتا كولكشن. أول شيء عندنا السيرش كريتيريا، أنا أول شيء لازم أبحث عن منطقتي، أنا وين أريد اليوم أسوي المنطقة الخاصة بي،
آخذها أيا كانت المنطقة المناسبة حتى نجي نوضح تكون أي منطقة توضحها راح تطلع لك بيها هاي وكأنه اللوكيشن خاص بها لكل نقطة أنت مثلتها راح نعطيك مقدار اللاتيتيود واللانجتيود مالتها. فأنت إلى أن تحدد المنطقة الخاصة بيك تمشي على الخريطة هاي الجلوبال العامة إلى أن توصل للمكان اللي أنت تريد تجد له الـ يعني تجمع له الداتا. وإن يعني ظهرت هذه القيم لا تهم بعدين كلها نحذفها. هسه إلى أن نوصل لأي مكان لا على التعيين أنا هنا ما عندي فد مساحة محددة دا نطلق إحنا أي مثال أنت اليوم تبدأ تسوي الووتر شيد على مثلا حوض نهر دجلة من المنبع إلى مثلا كذا منطقة إلى على حوض نهر النيل على أي مكان أو لكذا مو شرط أحواض مائية يعني أي مكان أنت تريد تسويه اليوم دراسة فتحتاج نماذج ارتفاعات رقمية. أول خطوة تسويها البيانات الخاصة بهاي المنطقة. فهسه راح ناخذ احنا اول منطقه لا على التعيين. طبعا الفيتشرز زي نعطيك عده خيارات. الخيارات انه انت ممكن تستخدم البوليجون حتى تحدد المنطقه او سيركل او اي انت عندك خيارات ثانيه هنا. فهسه انا قاعد اختار اي منطقه لا على التعيين راح احدد هاي المنطقه العديد من يعني النقاط تكون تحيط لي بهاي المنطقه. هسه مثل ما نشوف احنا هنا اكو فقره ضروري ننوه عليها من ندخل للموقع USGS قبل ما نعمل بيه نشتغل عليه ضروري نسوي بيه حساب كلش ضروري. هذا الحساب لانه انت اذا وصلت للمنطقه اللي انت تريدها وجمعت البكسل الخاص بها ما تقدر تنزلها اذا ما عندك حساب. التسجيل بيه جدا سهل خطوات تسوي كرييشن خاص بال يعني اكاونت لك خاص وتسجيل بيه بسيط عباره عن معلومات تمليها وتدخل على الحساب بشكل كلش طبيعي. فضروري اول فقره ننتبه لها نسوي لها حساب لان بعدين راح نوصل مرحله احنا نجمع ننزل الداتا كولكشن الخاصه بالمنطقه. فهسه احنا بعد ما قلنا انه نختار المنطقه الخاصه بنا ايا كانت منطقه الدراسه وين توقع داخل العراق مصر السعوديه العربيه المناطق ايا كانت الدوله ايا كان الكيس ستدي نحددها على جلوبال على الخريطه العامه الجلوبال بصوره عامه راح نحدد منطقه الدراسه. منطقه الدراسه طبعا نعطيك عده خيارات حتى تحددها هنا نختار البوليجون اللي هو يكون افضل. انا اي نقطه اقدر اختارها اي نقطه بحيث انا اسوي البوليجون الخاص بي ممكن اسويه من اكثر من نقطه حسب انا ايش قد يعني ايش قد احتاج من هاي المنطقه. ف كانت تكون هاي النقاط او اي يعني ايا كانت المنطقه انه انا اغطيها بالكامل اللي هي المطلوبه. حسيت اكو منطقه غلطت بيها مثلا في مكان ما احتاجهم انا بامكاني اني احذفهم او غلطت في مكان ما انه انا بتحديد المنطقه بامكاني اني احذفهم عادي وبصوره طبيعيه جدا الى انه انا اوصل مرحله احدد المكان المطلوب بالكامل. بعد ما حددت المكان المطلوب كانت تكون هي هاي الكيس ستدي المطلوبة اروح بعد ذلك هاي المنطقة اروح احددها انطيها الداتا ست. الداتا ست منها راح نجي طبعا عندنا عدة خيارات حتى ما نقف بيها احنا يهمنا الخيار الديجيتال اليفيشن اللي هو النموذج الرقمي. بالمناسبة عندنا عدة خيارات بيه يهمنا هذا الخيار SRTM. طيب ليش ما يهمونا ذولا؟ اول شيء احنا شو نريد؟ نريد ديجيتال اليفيشن موديل نموذج ارتفاع رقمي. هاي توبوغرافيا هي هاي باختصار خلينا نجي نوضحها بشكل افضل حتى تكون واضحه للكل. ايش تعني كلمه الاس ار تي ام؟ الاس ار تي ام هي الشتل رادار توبوغرافي ميشن هي وظيفه او المهمه اللي وجهوها حتى انه تلتقط الصور الراداريه لطوبوغرافية المنطقة بصورة عامة. يعني هاي وكأنه وكالة وجهولها مهمة حتى تلتقط صور فضائية لكل العالم متخصصة بالديجيتال إليفيشن موديل. أصلا هي هاي اللي متخصصة تشتغل بالديجيتال إليفيشن موديل. فحتى من تروح لأنت للموقع الخاص بك تختار هي هاي SRTM. نجي SRTM طبعا طرق القياس مالته حتى نختار الواحد أكر سكند جلوب
ورا ما اختاريناها نرجع عندنا لاتك. هاي هسه مو حاليا مو شغلنا اللي هي اللانسات. انا بتهمني اللانسات حاليا. اللانسات يفيدني لما انزل الباندات الخاصه باللاند كفر لاند يوز، لكن حاليا انا اشتغل ديجيتال اليفيشن موديل، يعني لان هذا الموقع ضمن كل المعلومات. فحاليا انا شغلي ديجيتال اليفيشن موديل. فهسه نجي بعد ما حددنا هذا راح نمطيه. بعد ما حددناه كملناه هذني تقريبا كلهن، نرجع على الخيار الاول اللي هو اول خيار هسه راح نحدده هنا امامكم. نرجع الى سيرش، هسه ننزل. طبعا المفروض نختار احدث دم. ليش احدث دم؟ لان اني يعني كل 50 سنة كل 60 سنة او ممكن اكثر او ممكن اقل يصير تغيرات بطوبوغرافية تضاريس المنطقة، وان كان تغير طفيف لكن بسنوات قليلة ما ممكن يصير هاي التغيرات الطفيفة. فضروري انه انا اختار احدث دم، ايا كان الدم المفروض انه انا اختار احدث دم، يعني احدث السنوات، ومو شرط انه تكون حسب اللانسات. يعني انا يعني حسب ما عملنا سيرش باليو اس جي اس احدث دم دا ينزل هو بال 2016. فهسه احنا لا على التعيين، خلينا نشوف هاي اللي خاصه بهاي المنطقه. هنا نرجع هسه هنا انطاني صور البكسلات مجموعه الدم الخاصه بهاي الووتر شيد اللي انا حددتها. طبعا هنا تقدر اني اعرف اول خيار هذا كل دم. طبعا راح ينطيك يمت اول شيء يتابع ضمن الاس ار تي ام، بنلاحظ هنا اللي هو مثل ما اتفقنا عليه اللي هو يعني وكالة عندها مهمة التقاط صور نماذج الارتفاعات الرقمية الخاصة بخريطة العالم. هسه نجي يقول عن طريق يا اي دي التقطة الاس ار تي ام ونوع القمر منطقية يمت نشرت البيانات هاي بال 2014، فاحدث دم هو بال 2014. الريزوليوشن مالتها ايضا منطقية هو الكوردينيت ينطيك من تبدي الى حد يائين. هسه نجي نضغط هذا الخيار راح يقول لك هاي البكسل ايش قد تغطى من الووتر شيد، ايش قد تغطى من الووتر شيد، راح تنطق اياها هالشكل. فهسه ذا نضغطها نختار على الثانيه ايش قد تغطى من الووتر شيد، لا باس بيها هاي ايضا. وهنا هسه نرجع نشوف كل وحده. ها طبعا ممكن اي نعم، لان احنا عندنا اصلا الدم هو عباره عن مجموعه من البكسلز، فراح نشوف كم بكسل راح تغطي هاي المنطقة نختارهم كلهم. بعد ما اختارينا راح نقدر هنا نسوي لهم داونلود هم دول البيانات، نسوي لنا فولدر على سطح المكتب نسميه دم خاص بالووتر شيد اللي احنا عندنا، وننزل كل هاي البكسلات اللي تغطي. ممكن اني القى بكسل ثانية تغطي لي منطقة اكبر وما احتاج هاي، ممكن استثنيها. فالمفروض اني افحص كل بكسل، ضروري جدا افحص كل بكسل اني حتى اعرف ايش قد يغطي. هسه هذا غطى لجزء من المنطقة ايضا، ولا بأس انه ممكن يعني مثل ما نقول انه يعني عادي يغطي المنطقة اكبر، لان احنا بعدين راح نعمل ووتر شيد دلينيشن وراح نقص اللي ما نحتاجه. فلا بأس انه اذا مثلا تقول هاي مثلا اني بس هاي المنطقتي المحددة، لكن هاي البكسلات او مجموعة الدم ذات يعني تكون خارج المنطقة اللي انا اريتها. اي نعم كلش طبيعي. فهسه نرجع نحدد البقية من هذا الخيار. بعد ما حددناهم نكملهم كلهم نطي نيكست. ايضا يعني هو مو بس هاي البكسلات موجودة وانما اكو بعد غيرهم. هاي هنا ايضا نختار ايضا نطي نيكست نشوف شنو اللي بعده. هسه نختار الجدد اللي طلعوا لي. ايضا كل وحدة اختاريتها وشفت وين تحدد ايش قد تحدد من المنطقة اني اقدر اسوي لها متى تنزيل داونلود. هسه اختار اي وحدة، هذا بيها عدة خيارات، هذا الخيار اللي هو داونلود راح تنخزن على شكل امتداد بيتف. فهسه طبعا راح تقول له انت داونلود بيا طريقة، تختار الاخر خيار اللي هو جيو تف 1 أكر سكند، هو هذا الخيار راح نقولها داونلود، فراح يسوي لها عملية تحميل وكذلك تحمل كل هذا الامتداد باللحظة هنا نكتف. فكل البكسل او مجموعة الدم الخاصة بالووتر شيد
تتحمل بهاي الطريقة، يكونون على شكل فولدر. هسه راح يعني هنا أنا راح أشوفكم فولدر معين، فمثل تلاحظوا هنا أنا مسوي فولدر مسميته الدم، فأنزل به كل صور المرئيات. ممكن إنه يلافت ملاحظة مهمة، ممكن جدا وطبيعي جدا إنه الووتر شيد مالتك تتغطى مثلا باثنين بكسل أو اثنين دم، أو ممكن بسبعة أو ممكن 20، ما لها علاقة إنه لازم 2 أو 10 أو 15. المهم إحنا نريد مجموعة من الدم تغطي هذه الووتر شيد بأقصى عدد ممكن. إيش قد ممكن يغطوها؟ 20 22 30 18، ممكن 2، كلش طبيعي. المهم المنطقة تتغطى بالكامل اللي أنا أحتاجها. بعد ما إنه تغطت، أحاول أنزل هذه مجموعة الدم اللي تحط بكل منطقة عن طريق الداونلود وأجمعهم بفولدر. بعد ذلك أعمل لهم تحليل هيدرولوجي باستخدام برامج الجي آي إس. هسه محاضرتنا لهذا اليوم لهنا تكون انتهت. إن شاء الله حاولنا نوضح بها أكبر عدد ممكن، عرفنا شلون ننزل مجموعة الدم، الديجيتال إليفيشن موديل خاصة بهذه المنطقة. بعد ذلك راح نعمل لهم تحليل ودمج كجروب واحد باستخدام الموزائيك ببرامج الجي آي إس على المحاضرة القادمة. شكرا جزيلا، استودعكم بأمان الله وحفظه.